السلام عليكم ورحمة الله، يا هلا فيكم في حلقة جديدة من تي بي ار. طبعا احنا عن الخريطة ضخمة شوي، استوعبنا مطار دولي، واخر مرة بدينا في الجي بي ار. طبعا كالعادة احب اشكركم على متابعتكم للسلسلة، واحب لكم ان شاء الله ما بتوقف الا بسلسلة ثانية افضل منها، واللي هي الخطة حاليا شغالين عليها. انا شو سويت وانتم مش موجودين؟ قلت لكم بعدل مينا، فالحين شغال على تعديل المينا. سويت شارع داخلي، سويته نزله، والحين ابا انا عدلت المكان وانتم مش موجودين، يعني عدلت المكان شوي بكل بساطه، يعني سويت تعديلات بسيطه وهالامور، وسويت الشارع، وابا اسوي قدامه دكاكين. طبعا دكاكين مال مش حالك صار. ليش دكاكين صار؟ لانه ما اظن بحتاج اكثر. طبعا هذا اول شيء. اخر مره نحن اللي حطيناهم، حطينا فندق العنوان عندنا هني، فندق العنوان ابى احط حوله عماير صغيره. اول شيء بحطيه عنده، حطينا باركنات نحن اوكي، بس ابى احط عنده ال وين صار وين تمام ملعب لا مش ملعب سوري يا جماعة، أنا بحط له حدائق ولا شيء والناس تنزل تستانس. أيوة سوالف نفس هاي، تركب عنده دايركت أنا ساكن بلازا هذا، وجدام عند الباركنات بحطي مجموعة مطاعم اوكي، بلازا ومطاعم، ونبى نحطي مول. حطيناه، انا كنت ابقى احطي مول لكن اكتشفت ان المول انا اردي حطنا خلاص، يعني رايح مش شيء انا اقدر خلاص احطي. اسقان راح وهني حديقة. بتقولوا ليش كل هذا؟ والله انه يستاهل. انا اشوف زين، لأن هذا بروح على الفندق، هذا رقم واحد، مشروع رقم واحد. وبنحطي مكاتب حوله، طبعا تب مكاتب، لازم مكاتب، لازم عماير حوله بعد. هني ما أظن المكاتب مشروع وايد طيب، بس أتصور بيمشي الحال، أتصور. وإذا ما مشي الحال عادي أروم أغيرها، ما عندي أي مشكلة، لأن هذا بتكون داون تاون مال جي بي آر، هاي بتكون جي بي آر داون تاون. حلو أوكي، هذا يكفي. هذا شو مشكلته؟ أوكي خلني بهذا نرفع شوي، استوى أوكي أوكي تقريبا أوكي. باركنات شو وضعهن؟ ما حيستعملهن الباركنات شو؟ بعد الباركنات ليش فتحتهن؟ على الشارع ما له فتحة شو؟ لا فتحة على الشارع اوكي ممتاز. بس بسوي شارع داخلي صغير. عندكم بين هذا وهذا نبى ممرات، اللي هي ممشى حق العالم، حق الناس تمشي، ممشى حق الناس من هني لحظة، من هني لين هني، هذا ممشى في ليتات بعد ظريف يعني. وابا الناس تنتقل لانه هذا هني في دكان. لحظة ما عندنا مي، هديت كل اماكن الدنيا اللي فيها كهرباء، صرت سويت كهرباء في مكان ما في كهرباء. انزل وابا ممشى، اللي يمشي على الشارع، الناس بتمشي على الشارع صح، هني في ممشى، بينزلوا من هني بنروحون صوب شو، صوب القارب، سياحهم طبعا، السياح بيسكنون مكان حليو ومكان قريب، تعرفون انتو السياح كيف. لحظة، هذا شارع، شارع رسمي هذا. انزين نبى ممشى، بما ان الممشى على لازم يكون ممشى جميل. هذا الخط اللي بيروح بينزلون هني
لين هذا الشارع، بياخذون الممشى اللي هني وبينزلون وين، بيتمشون ورا العماير لين هني، والحين بينزلون وين، يبون ينزلون المينا. لازم نحسب حسابه، يبون يطمشون على العالم، على الشوارع، على هذا على ذاك. ما يستوي، ها بسيطة سويه بالعكس. زين بنمشي العالم من هني لين هني. لحظة، زعلان من النهاية على فكرة، زعلان. زين انا ما بالطريقة هاي ترى، مش غصب عني يعني. زين اذا اجيبه مايل من هني لين هني، وانزله وين، انزله تحت هني، واجيبه من تحت الشارع وانزله الين، خلنا نلزقه في الشارع لحظة، طلعه لين هني. وبعدين شو اسوي، بحركه شوي لين هني. هذا لهم ممشى يقدرون ينزلون منه كيف ما يبون. على فكرة ممكن نسويه بالطريقة هاي. لزق شوي في الإدار، بويد شوي. ارفع 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 لين يجي ياسم. اوبس، عجيبة البقات هاي. لما بتنزل تورز لازم تتوقع انه يستوي سوالف نفس هاي، عادي يعني، ماشي مشاكل يعني عادي. اذا هاي السالفة بالطريقة هاي، خلوني اسحب هذا هني، اسحب هذا هني، اسحب هذا هني، اسحب هذا هني. اوكي هذا استوى الممشى، شوفوا والله شيء اوكي ترى الصراحة. رقم واحد بس هذا شوي ورا بالطريقة هاي، ممتاز. في ممشلين تحت هيون عند الدكان، ما عندهم أي مشكلة، ما عندهم أي مشكلة، أمورهم طيبة. هاي اللي بغيرها بسويهم ديستريك اللي هني، أي حد ساكن هني لين هذا المكان كله تجاري، كله تجاري. زين عندنا، ليش ما عندي مي يا خليل؟ وصل مي يا خليل، يا خليل. انزين، وهذا شو بيستوي؟ هذا جي بي ار داون، بخصوص جي بي ابل جي، وين صار هذا جي بي ار داون تاون. هذا بيكون في الوسط عند فندق المنول، العنوان مالنا. محتاجين لاند فاليو بس، مشكلة تم، واللاند فاليو عندنا شوي نازل. هذا مركز، المركز يكون شوي صعب، انا هذا لازم اعدله في مرحلة من المراحل بصراحة، لانه مو مش عاجبني. لاند فاليو اعلى من كذي، شو زين، خلينا نزيد اللاند فاليو. انزل، المهم ببالنا مقبرة نبعدها شوي صوب الهاي واي، مو مشكلة. طبعا انا غيرت الشوارع، انتم ما كنتم موجودين، انا غيرت الشوارع الى وحدة هني من برا، ما علي لها ما اشتغل الحين. برايا بنيبة، ما بعيب هذا اللي يشلون جثث الحين، خلاص يوم ببني هني بحط واحد.
زين هذا للحين مو بيبحث، ما تصور، بس في فيري ستوب يعني بيونه من اخر الدنيا من الكورنيش بيجي لين الجي بي ار. جي بي ار مشكلة، امسك في مي عندك؟ في مي. زين وهاي شو بيكون الجي بي ار داون تاون؟ لحظة نبى الجي بي ار داون تاون، نبى اي تي كلاستر ولا لا؟ اي تي كلاستر ولا لا؟ لا توريزم سياحة اند ليجر ولا لا؟ ما يستوي الا واحد تسوي سياحة يعني. هاي وحدة من المناطق السياحية مالنا بتكون. نبى في المكان مركز شرطة كلاسيك شوي، نبى مطافي. المطافي بيكون في مكان في نص المدينة قريب عندي هني بخار، بيبين مشكلة من فوق بس بيحلي المشاكل، بيحلي معظم المشاكل. مو مشكلة، بنحطيه هني، بنحط الشرطة. شرطة اظني ان طاقة سلاحهم اكبر. لا نفس الشيء، يكون عنده خدمات قوية بالضبط عند منو؟ عند الداون تاون مالنا. المستشفى اخر الشارع، الواحد من يكون ساكن هني شو يشوف المنظر؟ مناظر حلوة، مناظر جميلة. وحتى هني نقدر نسوي اللي هو بوليس هليكوبتر ممكن نسويه، ولا بوليس هليكوبتر ديبوت. لا ما بسوي هذا، عقب يوم بوسع شوي بسوي. ليش ما في أبكيب؟ أهم شيء لا ما في، ما في بوينت ما أدري كم، عادي برأيي. أنزل الحين نبقى حطي عندهم فندق. فندق هذا افا توقعت انه بيسد المكان. يطل ايوه مكان رقم واحد. هذا مكان فندق طيب، لازم فندق. نحن عندنا فنادق، عندنا كل شيء، بس هذا ما يكفي ترى. نحن محتاجين شيء جميل. ناس يوم بتنزل من عندنا وتبى تدور على شيء سياحي، شيء حلو تدور عليه، ما بتدور على شو اسمه حديقة صغيرة، وها تبى شيء مميز، تبى شيء حلو. طبعا نحن عندنا البحر، بنسوي ممشى كامل اكواريوم. يو هي الاكواريوم، هذا الاكواريوم بيدور حول الشارع بعد ترى قريب، مو مشكلة. بس ممكن نحط الأكواريوم، لا أو أكواريوم يكون مكان، لا هذا مكان سنترال بيكون، بيلف حول الشوارع. بس ما بلزقه في الباركنات، لأنه بطلع شوارع فرعية من هنا. فشو بسوي؟ حطي مكان نفس هذا. اللاند فاليو مفروض يضرب فول عندي على فكرة، مفروض. لكن صديقنا هني ابو لاند فاليو اقوى شيء اساسا نحطيه، مع ان عنده تقريبا اقوى لاند فاليو، هو مش عند غيره. ليجند مالنا هاي، نبغى هاي الحين، نبغى هاي. او بامكاننا نحط مجموعة شغلات. انت عندك يعني فندقين، عندك اماكن، عندك كل شيء. المفروض يكون عندك شغلات ثانية الناس تتيلها، الناس تبى تتمشى عليها، الناس تبى تحبها. بحطها العمارة هاي، أخبركم تعرفون هاي، هاي مال المستد الخضرة المستدامة، يعني تسوي خضرة مستدامة vertical farm. شوفوا يكون ماشي على طاقة، وهذا ويكون فيها مزارع، ويكون فيها شيء جميل، شيء حلو. يعني عندنا فيو من هني، نحن عندنا فيو حتى اللي بينزل في طيارة بيشوف عندنا قريب ان شاء الله سفن وحركة. وهذا الحين يمكن ما في، يمكن ما في الحين، بس بعدين بالتيترا في النهاية في عندنا ماي، في عندنا ممشى، في عندنا كل شيء. بس فيه
بس خلنا نوصلهم. انا كنت موجود الحين وقته، شو نسوي؟ نوصل هذا في الكرنيش هني، والكرنيش ونرجع وين؟ على الجي بي ار. لحظة، أنا غلطت في اللين. passenger capacity 3، مش بس نبا بوت 100 كروز شيب فيري، ولا كروز فيري بنحطيه. فلاي ابلاي، نبا هالخط هذا يكون فيه. كل خط غير عن الثاني طبعا، يفرق. بس انا اشوف نعطي واحد، شوف اي لين هذا اللي مسوينه الحين جديد. هذا لين يكون 5، تروح حطينا فيه 2 صح؟ ايوه last week vehicle unbunching. So next stop waiting messengers 1 time until board 22 بعد add 1. اوبس، اظني بيكون عندي الحين عليهم جديد شوي. المود جديد عليه المود ترى. فيهيكل وين ساير؟ عندنا ستوب اصلا ثاني هني. لا عندنا وايد شغلات. اوكي شوفوا، عندنا وايد فيهيكل صدفت انا شكلي. فيري 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 فيري. اوكي بالضبط، بيمشي على الكورنيش نفس ما خططت انا من الساعة. وبي وين؟ قدام العماير يتمشى. شوفوا كم وحدة. لكن شوي مخبص هذا المود جديد. شوفوا انتوا المنظر، شوفوا المنظر، تشوفون كل شيء داش وطالع من خلال الجي بي ار. تعرفون هالشيء على فكرة؟ على فكرة الحين يبالي احط اللمسات الثانية. على فكرة المكان بيتوسع وايد، هذا لا التوسع الاول ولا الثاني، يعني خطط المكان كبيرة جدا، وايد كبيرة. بس الحين مستهلك وقت، لو انه يستهلك وقت انا اقول، بس من الافضل نسوي شيء عدل. شيء رقم واحد يكون، بس ابا ملعب، ابا ناس سويم كلب. ياه نحن على البحر، تحطي لي سويم كلب هني رقم واحد. بحطيه عقب يوم بوصل هناك، ما ابا دبابة الحين. ابا ناس تلعب شيء، ابا اشوف ملعب كورة. ملعب كورة جنب باركنات، يعني الناس تي مرتاحة صح؟ واذا الشارع يطلع شوي اسوي بالطريقة هاي. ابى اطلع الشارع من ورا بعدين. شو بيستوي في المكان؟ بيستوي رقم واحد صح؟ شوفوا هني ناس بتلعب، شو؟ امريكان فوتبول.
امريكان فوتبول. انا كان خاصتي فوتبول فوتبول بس ما عليه، مو مشكلة مشولنا. انزين الحين هذا سويناه توريزم، شوف شو قاعد يستوي جنبه هني، بسوي منطقة عماير محلات زائد غيره. بس شو ابا اسوي منطقة سكنية هني، هاي بسويها منطقة سكنية، منطقة سكنية جدا ممتازة. وابا هني تكون منطقة تجارية، لا مش هناك، هذه المنطقة تقريبا تجارية، هذه المنطقة بالكامل هذا خله، وهذا باقي المنطقة بتدخلها في الجي بي ار داون تاون، مركز الجي بي ار اللي هي، لا مو دخلها باقي الجي بي ار، بنسوي لها سوي لها زون بروحه، نسميه شلة، نسميه جي بي ار اي تي. ليش جي بي ار اي تي؟ لان بنحط الاي تي كلستر هنا عشان تطلع عندنا شو عماير نفس النمل ساعة لو تذكرونها، بيكون منطقة كبيرة جي بي ار، لكن حلو يكون حولها عماير لان المكان سياحي مكان تجاري، يعني الناس بيجون بيسكنون فندق نفس هذا اكيد عندهم فلوس، مستحيل ما عندهم فلوس، يعني بيكون عندهم كمية فلوس جميلة بعد، فلا بد الواحد يفكر يسوي تجارة وياهم، هم يصيروا تجيب ناس ما غير ما اسوي لهم شو اسمه، ما يصير يعني الوضع تعبان بيكون صراحة. يعني كان ودي احط مطعم والله، لكن واستهلك المساحة كاملة خلاص، ما تمنى مساحة. في بعض الأشياء مشكلة، في بعض مودز ما تنزل، يعني خلاص إذا أنا سويت شيء خلاص ما ينزل. زين الحين نبغى نشوف يا هال في الصوب الثاني شو يسوون، يلعبون شو سكيت، بس كم يغطي هذا؟ يغطي مساحة طيبة، مني بلا كهرباء مشكلة. هذا السكيت بارك حلو، تشوف يا هال هنا يلعبون يوم من آخر الدنيا، يسوون أشياء يسوون أمور. بشوف موضوع اللاند فاليو، اظن هابي تم طول عمره يطلب مني لاند فاليو على فكرة. بوليس فاير نويز كرايم فاير هازارد، شو اللي نزلنا لو لاند فاليو، حطينا كل شيء ما حصلنا شيء الحين. بس الجي بي ار اي تي تحيدون انتو الاي تي سوينا الحين هني صح، تذكرون العماير الحلوة، استوي عنا عماير حلوة هني شوي عماير عقب بيوت. بس اخر شيء انا مو بسويه، اخر شيء لحظة، اخر شيء انا هني بسوي بيوت عادية، ترى بسوي مجموعة حدائق وممشى وبيوت، يعني بس في ممشى يكون طيب، يعني جي بي ار لازم يكون حلو. العين انا عايبني البروجكت. المهم هذا وقت الحلقة وطفناه اصلا، اشوفكم في حلقة قادمة ان شاء الله ونكمل فيها البروجكت هذا.